احتفل أغلب الطلاب المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا بما يسمى ال100 يوم قبل البكالوريا كاميرا النهار. تنقلت لبعض الثانويات في العاصمة والتقطت مشاهد لتلاميذ بزي كلاسيكي متميز. هاجر زيلف. بسيارات فخمة بأطقم كلاسيكية وربطات عنق لدى الذكور وتنورات قصيرة بالنسبة للإناث، هكذا احتفل أغلب تلامذة البكالوريا مع بداية العد العكسي للشهادة الأهم في مشوارهم. 100 يوم فقط قبل البكالوريا، عادة غريبة وغربية تدخل قاموس مؤسساتنا التربوية. الإيفانمون جبناه من فرنسا و ا partir de demain يبدا سيريو وان شاء الله فيها خير وان شاء الله كاع الممنين والديرين كاع يجيبوا الباك. رانا رايحين للحضره اون فافيتي هاد ليفينمون في لا بارونتيز. اغلب التلاميذ تركوا الدراسه في هذا اليوم الذي يعتبرونه البدايه الحقيقيه للجد والتحضير الجيد للامتحان المصيري، لكن باي طريقه؟ احنا هذا كل عام سونجور هكذا مازال الاجيال الجايه ثاني يزيدوا يديروا كاع كيما كل عام تستنى صديق ودتنا طريق انا لتماك. اسم اليوم نهاركم كامل برا. ان شاء الله جورني كلاسيك. لا وحمد خليقه راه ماشي غير احنا على كلها. حتى العشيه ان شاء الله ندخلهم بعد باذن الله يبدا سيري. هي مشاهد تعود لتلاميذ يستبقون الاحتفال بشهاده البكالوريا، عذرهم في ذلك انه بقيت 100 يوم فقط تفصلهم عن اهم حدث في حياتهم. تقليد جديد أصبح متداولا في منظومتنا التربوية وفي المجتمع الجزائري عامة، ليس إبداعا منهم وإنما تقليد أعمى للغرب. من أمام أحد ثانويات الجزائر العاصمة، هاجر زليلف لقناة النهار.